نجدد التحية واللقاء لحضراتكم، وأهلا بكم من جديد فقرتنا الثانية من برنامجكم سلامتك ألف سلامة. مساء الصحة والعافية على أهلينا الطيبين أصحاب القلوب الصافية. امبارح الدكتور أحمد نصر أستاذ في كلية الطب بجامعة أسيوط، أستاذ نساء والتوليد، نبهنا الموضوع مهم جدا في بداية الاستعداد للزواج وارتباط الخصوبة بفكرة التغذية. ولذلك قلنا النهاردة ان احنا نكمل معاكم في اولى الخطوات اللي المفروض كلنا ناخدها، مش بس بناتنا واهالينا في كل البيوت، لكن كمان علشان اطفالنا النشء اللي طالع مهم جدا انه يعيش في تغذية سليمة. ولذلك قلنا ان احنا نستضيف معانا اخصائية في التغذية العلاجية وامراض السمنة والنحافة، الاستاذة الدكتورة جيهان احمد الدمرداش. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، شرفينا لتاني مرة في سلامتك الف سلامة. نورتينا. ميرسي. طبعا حضراتكم لازم تبقوا عارفين أهمية التغذية السليمة على الصحة البدنية والنفسية للإنسان على حد سواء، واحتياج الإنسان لمجموعة مكونات لازم يستمدها من الغذاء، وكمان احتياجه للطاقة علشان يقدر يعيش حياته ويمارس حياته بشكل طبيعي وما يواجهش أي معوقات في يومه ولا أي نوع من أنواع الأمراض مستقبلا لا قدر الله ولا المضاعفات. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك ايه هي التغذية الصحية السليمة بمفهوم بسيط كده، تقدر توصل لمشاهدينا يوصل لمشاهدينا المفهوم يعني. هو مفهوم التغذية السليمة ان يعني هو بيكون لايف ستايل، ان احنا بنعود نفسنا على طريقة معيشة معينة او اللي هو الريتم بتاعنا العادي بس بنظام. ان احنا مثلا يعني اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا بنقسم الوجبات بتاعتنا، الوجبات الرئيسيه الفطار والغداء والعشاء دي في مواعيدها بالظبط، في النص بينهم لازم وجبات صغيره خفيفه سناك، ما نقعدش الجسم مثلا ان هو ما ياكلش او ما نشربش حاجه او علشان الحرق بتاعه ما يوقفش، لازم كل 3 ساعات ناخد وجبه صغيره، يعني ممكن عصير، ممكن زبادي، ممكن فاكهه، اي حاجه خفيفه بس نكون مشغلين حرق الجسم. يعني نحافظ حضرتك على ريتم ان الجسم يفضل شغال، بياخد حاجه فبيحرق ويبتدي يحرق في المقابل. بالظبط. يعني حضرتك انت مع سياسه الاعتدال. اكيد طبعا، الاعتدال في عدد الوجبات واعتدال في مواعيدها وفي مقدارها. مقدارها ده بقى بنظبطه على حسب كل واحد وجسمه وطريقه، يعني البذل الجهد بتاعه، بيمارس رياضه ولا لا، مجهود شغله، قاعد على مكتب على طول ولا في حركه كتير، كل ده بيختلف واحنا بنعمل نظام غذائي. يعني كنت بيجيلك حاله عايزه تعمل نظام غذائي لنفسها، تمام، حاجه بتساليه طبيعه شغلك ايه، بالظبط، عدد ساعات العمل اللي انت بتتعرض لها ايه، هل بتمارس رياضه ولا لا، صح، وبناء عليه بتبتدي حضرتك تبني ببني نظام بقى غذائي النظام على هذا الغذائي على احتياج جسمه، بالظبط، وعدد ساعات الحرق اللي بيقوم بيها، تمام. وكمان لو حضرتك بتعملي له طبعا تحاليل، اكيد طبعا بطلب بتعرفي منه حضرتك ايه اللي تحاليل ناقص علشان عنده، اعرف فيتامينات، بالظبط املاح، الاملاح مثلا، الحديد، الفيتامينز كلها لازم اشوف ايه اللي ناقص عنده واديله، لو كان مكملات مع لو نقص كتير بديله مكملات، مع برضو الاكل اللي احنا بنكتبه بيكون فيه نسبة من يعني مثلا لو حديد بكتب مثلا في النظام مثلا سبانخ، كبدة، عسل اسمر، يعني بحاول اظبط حاجات في الاكل في النظام نفسه وحاجات تانية برضو مكملات لو في نقص كتير طبعا. بعد ما يعمل تحليل. يعني كأخصائية تغذية، حضرتك بتتخضي لما تجيلك حالة عندها فقر دم، أو زي طبعا ما بيقولوا بالتعبير الطبي المعروف الأنيميا الحادة أو الكلام ده؟ أكيد طبعا، علشان بتكون مأثرة عليها في كل حاجة، تركيز وعلى طول هبوط يعني هبوط وبيجي لها إغماءات كتير، عدم تركيز طبعا بتأثر على النظر، بتأثر على يعني كل الحواس في الجسم بتأثر عليها، هي نفسها ما بتكونش عارفة تعيش حياتها يعني بطريقة طبيعية. بحاول طبعا ان انا بنضطر ان احنا نديها بقى حقن، يعني بتاخد بقى اللي هو حالات الحادة جرعات، جدا، بتاخد جرعات حديد لازم في مكثفة المستشفى، عشان تقدري حضرتك توصلي للمعدل الطبيعي بالظبط، بتاخد اللي في بناء عليه المستشفى، تبتدي تكملي لها بقى الكلام ده، تمام، ولازم برضو بتتاخد في المستشفى عشان لو ما يحصلش مثلا حساسية، ما يحصلش اي مضاعفات فجأة وهي بتاخدها، بندي جرعة بس في المستشفى، وبعد كده بقى بناخد بعد كده اللي هو مكملات. مكملات عادية بقى مع النظام العادي بتاعنا. طيب حضرتك
اهم شخصيات عندنا ويمكن كل مشاهدينا متابعينا علشان القصه دي النهارده، المراه الحامل او النهارده ربنا اكرمها واكتشفت انها حامل، والمراه المرضع. بس خلينا نتكلم في الاول عن المراه الحامل. تمام. عايز اتكلم عن مرحله ما قبل الحمل، اللي هي كل ستات مصر وكل بناتنا اللي هم متزوجين حديثا بيتمنوا ربنا يكرمهم وتصبح حامل. تمام. هو بس اهم حاجه طبعا تجاوبيني، هناخد سلمى معانا. سلمى اتفضلي. السلام عليكم. صباح الخير سلمى، ممكن تسمعينا حضرتك من التليفون بس؟ اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ حضرتك يا فندم اتفضلي. الو. الو. ايوه اتفضلي اتفضلي. سلمى صحصحي كده معانا، ما تناميش. طيب سلمى لغايه ما تفوقي، لو حبيتي تعاودي الاتصال اهلا بيكي. احنا حالك بالنسبه لي كان سؤالي بشكل واضح وصريح، ويا ريت كل مشاهدينا ركزوا معانا. البنت المتزوجه حديثا اللي هي نفسها امنيتها انها تبقى حامل، تمام، بس هي مش عارفه حجم المسؤوليه اللي هيلقى عليها بمجرد ان تبقى حامل. هي لازم اهم حاجه يعني بعد، يعني هي عايزه تكون تبقى حامل، تهتم الاول بصحتها، تعرف مثلا عندها انيميا، تهتم بالكالسيوم، الحديد، الفيتامينز، الوزن نفسه، تحاول ان هي ما يكونش وزنها زايد عن اللزوم، او في زيادات علشان تمنع الخصوبه والحمل. بالظبط، علشان بتاثر، وبرده لو عندها مثلا تكيسات على المواد، الحاجات دي زياده الوزن برده بيأثر. لو عندها زياده وزن وانيميا او فقر دم حاد مثلا، لو جت تحمل الحمل ده مش هيكمل، يعني كل حاجه بتاثر. لازم ان هي تاخد بالها من تغذيتها من الاول، عشان حتى لما تخش في مرحله ان هي حامل، البيبي ده بيتغذى وبياخد كل الحاجات اللي هو محتاجها من جسمها هي. لو جسمها ناقص او مثلا الكالسيوم عندها قليل، هياخد من عظمها، هياخد من الكالسيوم اللي في جسمها هي نفسها، هيحصل لها بعد كده هشاشه عظام وهيتاثر. زي ما بنقول حضرتك عندنا بالبلدي تاسس تبني، فانت بالظبط كده لازم نأسس. عندي الاساس سليم اللي هي الام، بالظبط، هيبقى هيكتب للحمل ده ان شاء الله انها إن هي يكمل بشكل خير وسلام، وبعد كده الطفل يعني هو الجنين في مراحل تكوينه يبتدي بياخد بقى كل من العناصر، بياخد بشكل كل العناصر عادل بشكل يعني. بالظبط، بياخد كل العناصر من الام، بس هي مش هتتاثر، مش هتكون تعبانه، وهو نفس الوقت هتطلع صحته كويسه، مش هيتاثر التكوين بتاعه ولا هيحصل له اي حاجه. طيب معانا الست ام علي، اتفضلي. الو ام علي. الو. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت، انا حامل في الشهر السابع وعلى طول بحس بضيق في النفس. ضيق في النفس. تمام. واخبارك ايه في الاكل يا ام علي؟ الحاله دي بتحصل لي على طول، وكمان حصلت لي بعد فتحه. حصلت لها ايه؟ حصلت لك ايه بتقولي؟ حصلت لي بعد الكحه، حاجه دي كحه جامده خالص. يعني جالها صعبه بكحه جامده؟ جالها مثلا التهاب في جالك التهاب في زورك مثلا او دور برد ولا ايه؟ جالك التهاب في زورك او دور برد او حاجه في الجهاز التنفسي؟ ايوه. ما هي كده وفي الحمل دلوقتي بحس على طول بضيق. طيب اخبار الاكل ايه؟ اخبار اكلك ايه يا ام علي؟ بضيق على طول معاك. ام علي اخبار اكلك ايه؟ يعني بتاكلي بشكل منتظم؟ الاكلات بتاعتك، الاكل بتاعك. طب مقسمه مثلا خلال اليوم بتاكلي وجبات، ولا بتاكلي على طول في اي وقت اي حاجه، اكلات دسمه، نظام لا باكل وجبات عاديه، بس لا مفيش اكل دسم. تمام. يعني مش يعني ما بتاكليش مثلا وجبات اللي هي التكاوي، ما بتاكليش، ما بتشربيش المشروبات الغازيه، الحاجات دي كلها المفروض ممنوعات. لا تمام. طب بتستعملي في اكلك شطه، بهارات، التوابل، الحاجات اللي هي بتسيل السبايسي الشعب؟ لا مفيش. تمام. طيب خليكي معانا يا ام علي.
هو دي التنفس اللي بيجي لها ده مصاحب للالتهاب او البرد اللي جالها في الجهاز التنفسي، وممكن برضو زيادة في الأكل اللي هي بتاخده أو كميات الأكل. فمثلا بتاكل الوجبات ده بالليل بالذات، لو أكلت وجبة بالليل تقيلة شوية أو هي بالنسبة لها مش تقيلة بس كترت كميات ونامت، ممكن يحصل لها حالة اللي هو ضيق التنفس ده، فممكن بسبب كده يعني ده يعني. عرض حضرتك بيظهر في بعض حالات في بعض حالات بس السيدات لو الحوامل، أكلت بقى وجبات دسمة أو زودت في الأكل فممكن جامد يزيد معاها الحكاية بسبب ممكن الإفراط تحصل له. في كميات أكل معينة أو استخدام بعض البهارات والحاجات اللي اساسا حلقة دي. البهارات والسبايسي والحاجه والكاتشب والحاجات الحاره والكلام ده المفروض كلها ممنوعه اثناء الحمل، وبرضو الكاتشب والكلام ده بيكون ممنوعين عشان المواد الحافظه اصلا فيهم، يعني عشان الست ما البيبي تطوعش نفسها المفروض ما تطوعش نفسها اطلاقا في وما الحاجات دي. نعتمدش على التيك اواي اثناء لا الحمل، طبعا ما ينفعش. ونقول اصل احنا بنريح بقى، يعني جوزها عايز يريحها فالراجل بدل ما تطبخ هي يجيب لها اكل من مشغل بره. الدليفري تمام هو التمام. المشكله في حاجه واحده، ان برضو الاكلات اللي بره مش مضمونه، الاكل نفسه مش مضمون والكميه الدهون اللي فيه ممكن برضو يبقى دسم. هو بالنسبه له ان هو الاكل لا عادي ومش هيبقى خفيف بس ممكن يكون فعلا دسم طب ناخد معانا ما ابو عبد الله، يناسبهاش. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سعاده الباشا؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. بقول لحضرتك انا طولي 100، طول حضرتك 167 تمام ووزني 85. تمام الوزن اللي هو الطبيعي اللي يبقى حسب الطول بقى كام حضرتك، وبعدين انا باخد حبوب اسمها توتوفاش 500 كده بعد الغداء، دي لها علاقه بموضوع التخسيس والحاجات ديت؟ تسال حضرتك الدكتوره على اساس يعني اخد منها ولا لا؟ تعيش يا عبد الله، تخليك معانا ابو عبد الله. طوله 167 ووزنه ووزنه 85 كيلو، 85. وابتدى ياخد حضرتك حبوب هو تساعده على التخسيس او الحرق، هل هو تحت اشراف طبي ام لا؟ المشكلة ان هو اكيد تحت، يعني مش تحت اشراف طبي ما دام هو بيسأل دلوقتي، يبقى هو بدأ ان حد قال له مع عليها نفسه، حد وبس. وصف له وصف، بالظبط كده، ودي سأل مشكلة. مجرب يعني ما سألش طبيب. بالظبط كده، دي مشكلة طبعا. ما ينفعش ان حد ياخد دواء من غير ما يسأل، علشان انت ما تعرفش المركبات اللي فيه ايه، وما تعرفش ان ده هيناسب صحتك ولا لا. وكمان هو انا مش عارفة هو عنده مثلا بيعاني من سكر، من ضغط، اي غدة، اي امراض تانية، بياخد ادوية ولا لا، فكل الحاجات دي انا مش عارفاها. يعني بس حضرتك بتنصحي بشكل قاطع ان هو عدم ما ياخدش استخدام شيء عدم استخدام شيء او الا ادوية تحت للتخسيس تحديدا، تحديدا غير تحت اشراف الطبيب، لو يعني الطبيب حضرتك هو اللي قال. المنتجات اللي بنسمع عنها ونشوفها وبتزغلل عينينا، وبصوا ده كان ازاي بقى ازاي، وشوفوا كان كام نمره في البنطلون نزلت والكلام ده، هو نعمل ايه معاه؟ يعني انا عن نفسي بنصح الحالات دايما احنا نبدا طبيعي. يعني انت ممكن لو انت عندك اراده ان انت هتخس، هنخس مع بعض طبيعي ورياضه، يعني نظام طبيعي غذائي ورياضه. ولو يعني هو عايز يخس بقى بسرعه ومثلا حاله ميؤوس منها ومش قادر يعمل دايت، مش قادر يعمل رياضه، في حالات بتلجا ماشي للادويه، وفي حالات بتلجا مثلا للجراحه اللي هو مثلا زي العمليات اللي هو تكميم والحاجات دي. بس انا بالنسبه لي الادويه انا ما بنصحش بيها اطلاقا بصراحه، غير لما يعني نكون حضرتك مضطر لها فعلا مضطره لها او بقى قوي. الاحتياج الفعلي بالظبط تحت كده اشراف طبي. بالظبط، يعني واكون عارفه حاله الشخص اللي قدامي تماما ان هو بيعاني من ايه، بياخد اي ادويه، عنده سكر، عنده ضغط. في ناس اصلا بيبقى عندها مثلا سكر ما يناسبهاش دواء معين، في ناس عندها ضغط ما يناسبهاش دواء تاني، فما حضرتك ينفعش. مش كل الادويه المطروحه سوقيا تنفع تتناسب تتناسب حضرتك صحيا مع بالظبط، الناس. لازم طيب استشارة هل طبيعية. هو بقى سؤاله المباشر، هل وزنه كده بالنسبه لطوله مثالي ولا محتاج يخس ولا الدنيا ايه؟ يعني هو 167 سنتي وزنه 85، هو المفروض مثلا بيبقى في رينج 75 78 في الرينج ده. بس هو في حاجة تانية، ان هو ممكن يكون وزنه هو بتفرق في حاجة، ان وزنه دهون ولا وزنه عضلات ولا وزنه مية ولا وزنه ايه بالظبط. يعني ممكن يكون هو شايف نفسه ان هو تخين يا حضرتك وانت بتوزني الحاله المعروضه عليكي بتشرحيها كده عليك
هو النسبة كام هنا دهون كام هنا عضلات؟ لازم بنعرف ان مثلا نسبة الدهون كام في الجسم، نسبة عشان تعرفي العضلات، عشان تعرفي يخس بالظبط. بالظبط كده. وكمان اتابع كل اسبوع لازم الوزن، ان هو نزل في وزنه دهون ولا نزل عضلات ولا نزل ايه بالظبط. يعني هو لو بيعمل رياضة كويس مش هينزل عضلات، وده اللي احنا عايزينه، ان هو ما يخسش عضلات. لو زاد عضلات دي حاجة كويسة، لكن ما ينزلش عضلات. لكن انا عايزاه ينزل دهون، وزن الدهون هو ده المهم بالنسبة لي، عشان كل اللي بيجي ان هو عايز يخس بتبقى نسبة الدهون هي العالية في جسمه، وهي اللي مأثرة على اي حاجة في جسمه. يعني ممكن مع ال يعني حضرتك اللي بيفكر ياخد فكرة تخفيض الوزن او يعني يتبع نظام للتخسيس، تمام، لازم يبقى فاهم كويس احنا مستهدفين ايه بالزبط. تحديدا في التخسيس بالظبط. احنا الاستهداف الاولاني بتاعنا الدهون، الدهون طبعا، والدهون له منظومه غذائيه، تمام، وليه حضرتك كمان نظام رياضي لازم يمشي عليه علشان يقدر، اكيد، ولازم يبقى فيه متابعه للنظامين، لازم متابعه كل اسبوع. يعني احنا بنعمل متابعه كل اسبوع عشان اشوف، عشان ما يفرحش لما يلاقي الميزان بيرقص كده معاه فيفتكر ان هو كده تمام التمام. بالظبط. انا يعني انا مثلا او لما لو انا تصبحوا الصبح انت ابتديت وشك خاسس خالص، فتدي له اكله تظبط الدنيا قبل ما يجي يوزن، فدي تبقى مشكله. انا بظبط الحالات، مثلا الاسبوع ده هتاكل كذا، هتجي لي الاسبوع الجاي زي النهارده اشوف يعني الوزن وصلنا لايه وكده. لو انا لقيت الحاله ان هي فعلا بذلت مجهود ومشيت على نظام كويس والدنيا تمام، بديها اليوم تاني يوم او نفس اليوم على حسب هم عايزين ايه، وجبه فري اللي هي وجبه الغدا، فبظبط معاهم انا النظام بتاعي كده. لكن لو حاله اصلا ما مشيتش على النظام، ما عملتش رياضه، ما عملتش اي حاجه وجيالي زايده في الوزن، او ما نزلتش اي حاجه في الوزن، فيعني طبعا مش بديها فري، بس بنظبط بقى تاني النظام تاني من الاول على الاساس الوزن اللي جايلي. يعني ممكن حضرتك كدكتوره ومتخصصه كاخصائيه علاج صحي او طبيعي، تمام، عفوا، ممكن تستخدمي نظام غذائي مع حاله، وبعد حضرتك فتره متابعه تكتشفي ان النظام ده مش عامل معدل حرق جيد، مش محقق نتيجه، فبتتغيري؟ لا، هو الحمد لله ما حصلتش، لكن انا لازم ان انا كل اسبوع في المتابعه بحاول اغير لهم علشان الجسم ما ياخدش على رتم واحد، بغير يعني لهم في كده. انت بتشوفي حضرتك مدى قبول الجسم لهذا النظام بالظبط وتفاعلوا معاه، وتفاعلوا معاه، وبعد كده احاول بقى ان انا اغير لهم فيه شويه كل اسبوع، بحيث ان هم نفسهم ما يزهقوش والجسم نفسه ما ياخدش على رتم واحد، وياخدوا برضو وجبه علشان حضرتك توصلي لدرجه الاعتدال والتوازن. بالظبط. يعني حضرتك في الاخر في الاول عايزه العناصر اللي هو انا عايزه العناصر كلها تكتمل، وتحافظي وهو مش يعني سلامه الجسم ده بشكل سلامه الجسم بالظبط بشكل صحي، وهو نفس الوقت الحاله مش محرومه من الاكل. يعني انا مش حرمه من حاجه، بديهم مثلا اللي عايز رز ومكرونه عيش، بظبط له على حسب الكميات والسعرات الحراريه اللي المفروض ياخدها في اليوم، وبظبط له وجبته، بس هم نفسهم بيكونوا مرتاحين، دي اهم حاجه. وحتى في وجبه الفري او اليوم الفري اللي انا بديهم فيه الوجبه الفري بتاعتهم، ساعات في حالات بتقولي احنا مش محتاجين الوجبه دي علشان انا اوريدي باكل اللي انا عايزه، فانا مش عايز الوجبه دي، بس انا اللي بقول لهم مثلا لازم تلخبطوا في الوجبه دي عشان الجسم برده ما ياخدش على رتم واحد، بديله سعرات اعلى شويه في يوم، وبعد كده بظبط تاني السعرات بتاعتي زي ما انا عامله. في ناس حضرتك بتقول ان بعد ما استخدمنا النظام الغذائي، تمام، ابتدت تظهر علينا اعراض امراض، وان سبب الامراض اللي عندنا او الاعراض اللي ابتدت تظهر عندنا دي سببها ان انا دخلت في الرجيم والتخسيس. يعني حد يقول ابتديت احس ان اسناني بتوجعني وعظمي بيوجعني وابتدى شعري يقع، وابتدى حضرتك احس بالام في البطن والام في المعده. هو بص حضرتك، انا هقول لك على حاجه، الاعراض دي ممكن لو هو جاوبينا ممكن ناخد رحمه. اوكي طبعا. رحمه اتفضلي. ازيك يا رحمه؟ وعليكم السلام يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. الدكتوره معايا؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور. ايوه اتفضلي. انا طولي 162 سنتي، تمام، ووزني 65. 162 ووزنك 65. عايزه اعرف لو الوزن الطبيعي للطول ده يعني مناسب، هو خس شويه او زد شويه؟ تمام، بس هو ده سؤالك بس؟ ايوه يا دكتور. تمام، شكرا. تمام. شكرا ليكي. هو وزنها مناسب وكل حاجه، هو برضو الناس يعني ما حدش فهم قصدي او وجهه نظري، هو ممكن تكون هي شايفه ان وزنها ده مش مناسب ليها،
او هي اللي شايفه وزنها ان هو كتير على الطول بتاعها وعايزه تنزل وزنها. هو اهم حاجه ان هي تكون راضيه عن شكلها، هو بص حضرتك مش الناس دايما او مش الستات ربنا يحفظهم، يعني دايما حضرتك بموضوع الخسسان مرتبط بشكلها العام بالظبط، فممكن حضرتك شكلها العام يعني بعض الزياده في الدهون في بعض الاماكن الموضوعيه تمام، او حضرتك بنيانها الشكل العام بتاعها مش مظبط على بعضه، رغم ان ممكن يكون وزنها متناسب مع طولها، هو ممكن يكون لكن وزنها التوزيع بتاع الوزن هو ده حضرتك اللي دايما ستاتنا الناس كويسين ما بيحبوش ده. هو مشكله صح ان هو بيبقى ساعات التوزيع هو اللي فيه مشكله، او الشكل الجسم نفسه هو اللي مش عاجبها، فده بيبقى ازمه في حاجه واحده، ان هي مثلا ما بتعملش رياضه، ما بتعملش تمارين خالص. انا يعني بنصح دايما الناس، يعني انت مش قادر تروح الجيم، مش قادر تعمل رياضه ولا تمارين حتى في البيت، طب امشي شويه، يعني روح مشاويرك مشي، مش لازم كل حاجه بالعربيه، مش لازم الاسانسير، انزل على السلم، كل الحاجات دي بتبذل مجهود فيه وبتحرق برضو معاك، وبتعمل المشي بالذات بيعمل ريشيبنج للجسم، يعني بيغير شكل الجسم، بيوزع تاني الدهون في الجسم كله. فلو هي منتظمه مثلا على رياضه المشي بس مثلا كل يوم نص ساعه، هتلاقي مثلا في خلال اسبوعين ثلاثه ان شكل جسمها اتغير. طب حضرتك تحديدا بناتنا وستاتنا اللي هم مهتمين جدا بشكل الجسم اكتر من صحه الجسم تمام، يعني حضرتك عايزه توصل لقوام ممشوق ومثالي ويعني تبقى احدى من النجمات هوليود، بس حضرتك ما بتاخدش بالها ان ده صحيا ممكن ياثر عليها، نقول لها ايه؟ لا، هي تاخد بالها من طريقه اكلها، من شكلها، من الرياضه، يعني هي لازم، هو اصل هي منظومه واحده لازم ليها كذا جزء، ما ينفعش ان انت تهتم بحاجه يعني واحده. مفيش جمال من غير صحه. بالظبط، مفيش جمال من غير صحه، ما عشان هي كده ممكن احنا في الصحه والجمال، يعني بالظبط كده. الصحه في الاول الاولويه ثم الجمال. يعني في ناس مثلا بتاكل وجبه واحده في اليوم وتقول فالأهم علشان انا احافظ على وزني. بالنسبه لنا حضرتك الصحه ثم طبعا. المهم طبعا هي الجمال. جمال، يعني هي لازم تبحث عن صحتها تبحث في عن الاول. الصحه وبعد كده تبحث عن الجمال، هو لو صحتها كويسه هي هتعرف توصل للمستوى تفتكر الجمالي. تفتكر حضرتك هيسمعوا كلامك وياخدوا الكلام ده؟ مش عارفه بصراحه، بس هو الصحي والمفروض ان هم يسمعوا الكلام علشان هو ده اللي مفيد ليهم والصحي اكتر لجسمهم والاطفالهم بعد كده، ان هم الاطفال بتتعود زي الامهات، يعني بتقلد، يعني مثلا ماما ما بتعملش رياضه، انا ما هطلع مش هعمل رياضه، مش هروح تمرين، مش هروح النادي اصلا، مش ههتم بحاجه زي كده. طيب فهو ناخد فاطمه بيبقى بعد اذن حضرتك. فاطمه تمام. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا السلام. فندم. اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله تمام. لو سمحتي يا دكتوره، اتفضلي. انا وزني 88 وطولي 155 ورجلي الشمال بتوجعني من فوق طاولة رجلي كده، تخدر كده من غير ما احسبها، يعني تقرص ام تشوك وادي عجاب، انا مش عارفه ده من وزني ولا ايه، وممكن تنصحني بايه ان انا امشي على الجمله وانا احس لاني امكانياتي تمام. ما احسبش نفسي يا دكتور. طب استاذه فاطمه، طب ممكن الوجع ده فرق؟ استاذه فاطمه الوجع ده في رجل واحده ولا في رجلين الاثنين؟ نعم مستمع. الوجع في رجل واحدة ولا في الرجلين الاتنين؟ لا، رجل واحدة، ودي حصلت لي من الحامل، لأن كنت حامل في توأم، فالدكتورة قالت لي إنها في تركيا. تمام. طب هو أنت يعني دلوقتي الفترة بقالك قد إيه بتحصل لك، أو من إمتى؟ في رجل الشمال. لا لا، الفترة بقالك قد إيه يعني؟ يعني بتوجعني. وانا حامل. طب انت كنت حامل امتى؟ ايوه، ليكي قد ايه يا مدام يعني فاطمه؟ بقالك قد ليكي قد ايه بتحسي بالوجع بتاع رجلك؟ من قد ايه ليكي قد ايه بالظبط؟ 3 سنين كده، يعني 3 سنين. ثلاث بس سنين شفتيش طبيب؟ ما تعرضتيش على حد؟ 3 سنين الوجع بيروح وبيجي. طب ما روحتيش لحد عظام؟ ما روحتيش لاي حد خالص؟ لا، روحت اللي قال التهابات كده تمام، عليه بس رجع كان الدكتوره بتقول لي ان نقص كالسيوم. هو اكيد نقص كالسيوم وفيتامين دي اكيد. طيب يا فاطمه خليكي معانا بعد اذنك وخدي النصيحه الجايه. اتفضلي يا دكتور.
هو اكيد الحاله اللي هي بتقول عليها دي يعني نقص كالسيوم، هو التشخيص حضرتك المبدئي كان ليها ان هي نقص كالسيوم وفيتامين دي، خاصه انها كانت حامل في توام. ده استاذ الدكتور احمد نصر امبارح نبهنا حامل التوام بيكون لازم خطوره كتيره على الست، أكيد وبياخد طبعا منها الكالسيوم ضعف من كل شيء، يعني من كل شيء. بس هو اللي اثر عليها فعلا الكالسيوم. هي بس هي وزنها حضرتك كده هل متناسب؟ هو يعني كده هي 85، هي قالت لي 85 وطولها 155. لا هو كده طبعا الوزن يعني مش محتاجة متناسب، تخس. هي محتاجه تخس ومحتاجه انها تمشي على نظام غذائي وتاخد المفروض تعمل تحاليل عشان نعرف بالظبط الكالسيوم وصل قد ايه عندها، والحديد والفيتامين دي، عشان اكيد في نقص في الكالسيوم وفيتامين دي، وتحاول انها تاخد بقى مثلا مكملات مع الاكل، يعني لازم تعوض الحاجات دي مع الاكل، برضو هتاخد مكملات اكيد عشان النقص مدام قاعد فتره طويله كده 3 سنين، فتره كتير جدا كتير جدا ما حاولتش فيبقى ان لسه هي تعوض. ما حاولتش ده انها طيب تعوض. ناخد مالك يا دكتوره؟ مالك اتفضلي. الو ايوه يا فندم. الو ايوه يا فندم اتفضلي. الو الو خطف الصوت. بصي حضرتك بيهمني شخصية تانية كتير بتهم ناسنا في بيوتنا، وهي الأم المرضع. تمام. أم المرضع حضرتك عليها عبء، خلاص عدينا مرحلة الاستعداد للحمل وربنا أكرمنا في شهور كل الحمل عدت بخير وسلام، وبعدين كده حضرتك ربنا أكرمها فبقى عندها طفل، والطفل ده يعني ملوش مصدر أكل تاني برضه غير مامته بعد خروجه للدنيا غير لبن الأم. تمام. فحضرتك ايه النصايح الهامه اللي توجهيها للام المرضع تحديدا؟ برضو الام المرضع لازم تكون بتهتم بصحتها والاكلات يعني اللي هي بتاكلها، يعني مثلا برضو الحاجات اللي فيها توابل والسبايسي والكلام ده كله المفروض برضو يعني تتجنبه، المشروبات الغازيه، الاكلات الدسمه، الاكلات الدسمه بانواعها برضو لازم تتجنبها، يعني كل تبعد الحاجات عن حماتها وامها خدي ده انت نفسك. ايوه بالظبط. لسه قايمه من الولاده الكلام اللي بنسمعه الحاجات بالظبط، علشان هو مشكله ان كل ده بيأثر برضو على الطفل، ومثلا الحاجات بقى المنبهات الكتير، كافيين، القهوه، الشاي، الكلام كل لازم تكون حريصه جدا لازم طبعا في كمياته كميات ويفضل انها تتجنبه. اكيد طبعا. طب معانا ايمان من الفيوم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا في الشهر السابع وفي وجع كده في رجلي على طول. تمام. طب هو في رجلك الاثنين ولا رجل واحده؟ ساعات الاثنين وساعات رجل واحده. طيب هو الدكتور اللي انت متابعه معاه المفروض ان هو خلاكي تعملي تحاليل والكالسيوم عندك كويس، هو فيتامين دي ولا لا؟ لا، قال لي عشان الجنين من في تحت، يعني هو مش لا هو الدكتور خلاكي تعملي تحاليل، يعني تحاليل عشان يشوف مثلا. لا لا لا. ما قالكيش خالص تعملي تحاليل؟ لا، قال لي انا كده كده هروح له بعد اسبوع، قال لي في تحاليل هتتعمل هي قبل الولاده. طيب هو انت بتاخدي طيب مكملات او كالسيوم او فيتامينز اي حاجه ولا لا؟ إيه؟ يعني بتاخدي فيتامينات، بتاخدي كالسيوم ولا لا؟ اعطاني فيتامينات، كالسيوم وفيتامينات. تمام. نوعين. طب ايمان انت عارفه وزنك وطولك؟ الوزن 49 بس انا مش طويله، يعني 49. لكن الطول مش عارفاه بالظبط. نعم. الطول بتاع حضرتك مش عارفاه بالظبط. مش طويله يعني. تمام. هي مشكلتها على فكره. طيب هي شكرا استاذه ايمان، خليكي معانا. هي اساسا حاله نحافه، يعني هي من الاساس حاله نحافه، وكمان هي حامل وفي الشهر السابع، واكيد عندها نقص كالسيوم وعندها نقص فيتامين دي، والتغذيه بتاعتها اكيد مش مظبوطه علشان هي حضرتك وزنها 49. يعني كان استاذنا الدكتور احمد برضو قال ان بدايه من 47 لطالع، من 47 فوزنها حضرتك يعني على الحروف يعني بالظبط. يعني ما انا بقول لحضرتك هي كده، هي حاله نحافه اصلا في الاساس، وهي دلوقتي حامل في الشهر السابع، فهو يعني برضو وزن البيبي هو اللي زود معانا لل 49 دي. وطبيعي حضرتك في مرحله تكوين العظام والكلام ده كالسيوم بيقل. اكيد طبعا، هو الطفل بيسحب منها، الطفل بيسحب منها،
فهي عندها يعني محتاجه أكيد تهتم اكتر بتغذيتها، التغذيه بتاعتها مضاعف. ايوه لازم تتضاعف. طيب عشان ملك رجعت لنا تاني يا دكتوره محتاجين ناخدها. ملك اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. الو الو يا ملك، مش هنقعد نقول الو الو على طول، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي فانت، اتفضلي. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي اتفضلي، انا معاكي سامعاكي. طيب تعالوا نتصل. شكرا لملك. هو مشكله الام يا حضرتك، احنا عايزين ننبه بس كويس تمام. ان حاله زي حاله ايمان اللي احنا يعني بصدد ان احنا نرد عليها، الام اللي هي خلاص دخلت في الحمل، وهي يعني رغم ان كانت عارفه، اكيد كانت عارفه ان هي حاله ان هي نحن. يعني صحتها زي ما بيقولوا جسمها على قدها، فيا دوبك مكفيه احتياجات جسمها. فدخولها في الحمل بالطريقه دي ده بيشكل خطر على الجنين؟ هو بيكون بيشكل خطر لو هي مش مهتمه بصحتها، لو هي بقى ما بتحاولش يعني انها ممكن تعوض ممكن النقص نوصل نتيجة في جسمها. يعني ممكن نوصل نتيجة طفل ضعيف بالشكل ده؟ لا، هو ممكن فعلا هيطلع ان هو طفل ضعيف، وخصوصا لو هي كمان طلع عندها انيميا يعني، فممكن ان الطفل يطلع برضو ضعيف وبيعاني من نقص في الحاجات دي. بس هو في الوقت ده هي بتحاول انها تعوض، بتقول انها بتاخد كالسيوم، هو اوريدي بياخد من جسمها يعني. هو برضو الطفل مش هيطلع ان هو عنده نقص قوي او ضعيف قوي، عشان هو اوريدي بياخد من جسمها، فهي جسمها هو اللي بيتاثر. تعويضا عن ملك، حضرتك جات لنا ام ملك، حد تاني اتفضلي. ست ام ملك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. الو ام ملك، عوضينا عن ملك، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. يا ابني هو ها اخر كلام. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضلي. تمام الحمد لله، اتفضلي. بصي يا دكتور لو سمحتي، هو سؤال مش ليا ده، بنت عمتي حامل بقالي 3 شهور وانا وعلى طول. لا على مالك يا ام مالك، انت مستعجله قوي، على مهلك. ايه؟ على مالك عشان نسمعك. هي بنت عمتي حامل بقالي 3 شهور، هي بتقطص ومعاها ستي ما بتقدرش تاكل حاجه ولا بتقف. هي بتقول حامل في 3 شهور. بنت عمتها حامل في 3 شهور ومش بتقدر تقف. مش بتقدر تقف ومش بتقدر تاكل اي حاجه. ايوه انا مش تمام، يعني انت اللي بتسالي لبنت عمتك. ايوه انا بتصل عشان بنت عمتي هي سنها 20 سنه. سنها 20 سنة وإيه؟ أي سنها 20 سنة وحامل في الشهر الثالث، فاحنا الشهر الثالث. طب عندك فكرة بنت عمتك وزنها كام وطولها كام؟ مش عارفة، هي طولها مش عارفة والله، بس هي يعني مش سخينة، هي أول. طب هي مثلا هي ضعيفة، أو الدكتور مثلا هو اللي قال لها إن أنت يعني حملك تكوني في السرير أو ترتاحي، مش حركة كتير، ولا هي نفسها هي اللي تعبانه؟ لا هي مبدئيا تعبانه، بس هي قبل ما كانتش كده قبل الجواز، بس هي تعبانه ومش قادره تقف ولا اي حاجه، والحمل يعني ضغط عليها جامد. طب ام ملك اسمعينا حضرتك وهنجاوبك، بس يا ريت المره الجايه تخلي بنت عمتك هي اللي تكلمنا. شكرا ليك يا ام ملك. هو من الكلام اللي انا فهمته منها ان هي تعبانه وفي الحمل في الشهر الثالث، وان هي من قبل الجواز بتقول انها كانت تعبانه، فهو تقريبا ان هي مثلا كان عندها فقر دم او انيميا حاده، نقص في الحديد ممكن يسبب لها كل الكلام ده، نقص في الفيتامينز، او هي اصلا مش مهتمه بالتغذيه بتاعتها، ففي سوء تغذيه اساسا، فهي حالتها ان هي على طول بيجي لها هبوط، عندها الانيميا نفسها بتعمل اصلا ارهاق وهبوط على طول وعدم تركيز، وان هي ما تقدرش تقف كتير، تكون تعبانه ومرهقه وحاسه بخمول، فممكن يكون الحاله كده. بس انا يعني من طريق كلامها طبعا انا مش عارفه الحاله. عندنا وسيط ايوه بالظبط، مش عارفه الحاله بالظبط، فلا احنا مش حاسين باللي يعني، هي بنت عمتها بس مش ممكن تكون حاسه باحساسها اكيد طبعا، ولا الكلام ده بالظبط. نهايه حلقتنا دكتوره، انا بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك، على نصايح الغاليه، ربنا يخليك، ونتمنى ان حضرتك تكوني دايما ضيفا عزيزا علينا في سلامتك الف سلامه. وبنقول لحضراتكم في البيوت بعد نشكر الدكتوره جيهان على حضورها معانا النهارده، يا ريت تكونوا استفدتوا، ويا ريت تكونوا يعني نفتح دماغنا كده اكتر واكتر،
ونبتدي نهتم بنفسنا في الأول، ولو اشتغلنا على نفسنا في موضوع التغذية السليمة والصحية واهتمينا بالصحة كأولوية واهتمام، ثم بعد كده الجمال والقوام والكلام يادة، أكيد هيكون لنا باع كبير. يا كل حامل ويا كل مرضع، أنت محتاجة أنك تهتمي بزيادة حفاظا على جنين اللي في بطنك، وحفاظا على ابنك اللي بيرضع منك، وفي الحالتين سواء هو جوه بطنك أو بره بطنك ملوش مصدر تغذية إلا أنت. فإن ما كنتيش أنت مصدر قوي ومصدر يستمد منه كل احتياجاته، أي ضعف أو خلل عندك أكيد بالتبعيه هيأثر عليه. فأرجوكم وفضلكم يعني نتجنب الدهون، نتجنب زي ما قالت الدكتورة كل ما هو أغذية حارة أو بهارات أو شطة أو أغذية محفوظة، وخاصة المياه الغازية، ونهتم كتير بشرب المية وبتنظيم أكلنا، وربنا وصلنا لدرجة الاعتدال في الأكل بين، ويبقى عندنا اعتدال كمان في الصحة والجمال. خليكم معانا على قناة الصحة والجمال في برنامجكم سلامتك ألف سلامة، وهنسيب في حياتكم علامة. نشوفكم على خير. تسر شركة أوبليسك للسياحة أن تقدم لعملائها الكرام حج وعمرة موسم 1440 هجريا، مولد النبوي الشريف، رجب، شعبان، رمضان. بادر بحجز مكانك في الشركة، فالأماكن محدودة. العنوان 164 ألف، شارع 26 يوليو، ميدان سفنكس، المهندسين، الجيزة. للتواصل اتصل على 010-65-40-43، 02-33-46-44-97.